بيتكوين. من المؤكد أنكم سمعتم بهذه الكلمة من قبل، مش من زمان، فقط خلال العشر سنين الماضية. وممكن كانت الأخبار التي تسمعونها بخصوص هذه الكلمة أحياناً غريبة وليست سهلة للفهم والاستيعاب. في العام 2009 رجل يدعى جيمس هاولز كان متقدماً بتفكيره فيما يخص البيتكوين. جيمس بدأ بالتنقيب عن البيتكوين قبل الجميع، واستطاع تجميع 7500 بيتكوين، ولم تكن قيمة البيتكوين الواحد حينها تزيد عن أجزاء من السنت الواحد. لكن صديقته جعلته يتوقف، حيث أنه بنظرها ليس عملاً حقيقياً، كما أن صوت الكمبيوتر وهو يقوم بالتنقيب عن البيتكوين عالي جداً. بعدها بفترة وبضغط من صديقته عليه، انتهى به المطاف في لحظة يأس برمي الهارد درايف الخاص به في سلة النفايات، ليخسر 7500 بيتكوين تساوي اليوم تقريباً 450 مليون دولار. It's a specific file on that hard drive called a wallet file, which the Bitcoin is stored in. And without that file, there is no way of getting the money back because there is no central server that records a log of it. عندما بدأت بالعمل على هذه الحلقة وبدأت بالإعداد والبحث اللازم لها، غرقت بمئات الشروحات والتحليلات والتصورات في هذا الموضوع، وكنت كلما أحاول تبسيط الموضوع يتعقد بشكل أكبر، ربما لأن تفكيرنا في موضوع المال مختلف عما هو عليه البيتكوين، فنحن اعتدنا التعامل المباشر بالمال على امتداد التاريخ، وفي الماضي كان الذهب والفضة، واليوم نتعامل بعملات ورقية أو معدنية، لكن كلها نستطيع لمسها ورؤيتها والاحتفاظ بها، لكن البيتكوين شيء آخر. فما هو هذا البيتكوين؟ لو عملنا بحث بسيط باللغة العربية ابتداء عن البيتكوين سنجد مكتوب عنها أنها أول عملة رقمية لا مركزية من دون وجود بنك مركزي يمكن إرسالها من شخص إلى آخر عبر شبكة بيتكوين بطريقة الند للند دون الحاجة إلى طرف ثالث أي وسيط كالبنوك. يتم التحقق من حوالات الشبكة باستخدام التشفير، ويتم تسجيلها في دفتر حسابات موزع يسمى سلسلة الكتل. يتم إنشاء البيتكوين كمكافأة لعملية تعرف باسم التعدين، ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى. التعريف نوعا ما يحتاج لتعريف، فما المقصود بالند للند أو سلسلة الكتل أو التعدين؟ وكيف تتم المعاملات المالية بدون وسيط أو بنك؟ حتى أتعرف أكثر على البيتكوين قررت الاتصال مع أحد الأصدقاء المتخصصين بالبيتكوين، وسألته سؤال مباشر: ماذا يعني بيتكوين بأبسط صورة؟ شو يعني بيتكوين؟ هسا في أكثر من تعريف للبيتكوين، في أكثر من حد تعرف البيتكوين كل واحد على طريقته، بس أنا حسب تعريفي أنا شخصياً للبيتكوين إنه عملة عادية زيها زي أي عملة موجودة في العالم، يعني زيها زي الدينار والدولار واليورو، تمام؟ بس في فرقين أساسيين بينهم. الفرق الأول إنها لا مركزية، مش تابعة لأي بنك مركزي. الفرق الثاني اللي هو الأهم إنه هي مش مطبوعة، مش ورقية، وغير هيك نفس خصائص العملة العادية. خلوني ألخص لكم قصة البيتكوين من البداية. في نهاية عام 2008 شخص اسمه ساتوشي ناكوموتو يكتب بحث يسميه البيتكوين ويرسله إلى الصحف والمجلات ومواقع إلكترونية مختلفة. ساتوشي هذا في بحثه يطرح فكرة من نوع آخر بمضمون مختلف تماماً عما نعرفه عن المال، فهو أول شيء يضع أن فكرته قائمة على عدم توسط البنوك أو أي شركة أو أي وسيط مالي من أي نوع للمعاملات التجارية أيا كان حجمها أو نوعها، ويؤمن بأن الناس يجب أن يجروا معاملات تجارية مالية فيما بينهم بشكل مباشر. شو يعني؟ يعني لما تروح على السوبر ماركت وتريد شراء مجموعة من الأغراض ولنقل بمبلغ يبلغ
$100 وتريد أن تدفع بواسطة الفيزا، فإن السوبر ماركت سيرسل رسالة سريعة إلى البنك يسأله إذا كان حسابك فيه رصيد كافي لإجراء هذه المعاملة. إذا كان نعم، فإن البنك يرسل رسالة إلى السوبر ماركت يقول له نعم، ويخصم مبلغ $100 من حسابك ويخصم عمولة بدل تقديم خدماته في هذه المعاملة. طبعاً البائع يعطيك أغراضك وتخرج من السوبر ماركت. في البيتكوين الأمر مختلف، فبدل أن يرسل السوبر ماركت رسالة إلى البنك فإنه سيرسلها إلى الشبكة التي هي عبارة عن عدد كبير من الحواسيب حول العالم مملوكة للمنقبين عن البيتكوين والمتحمسين والداعمين للفكرة. والشبكة بشكل مباشر ستكشف إن كان هذا الشخص الذي هو أنت يملك في محفظته المبلغ الكافي لقيمة هذه الأغراض ويرسلها إلى البائع، لا شاف ولا من دري ولا من أخذ عمولة على العملية. بعبارة أخرى، معاملة مباشرة بين بائع ومشتري بدون وساطة بشر آخرين. من أجل ذلك أنشأ ساتوشي، الذي بالمناسبة ظل مجهولاً إلى يومنا هذا، أنشأ ما يمكن أن نسميه منصة إلكترونية وجعلها مفتوحة للجميع، يعني أي حدا بيقدر يشتغل عليها وممكن يطور عليها طبعاً بشروط، وهي تعمل بأسلوب أطلق عليه بلوكتشين بشكل التالي. لدينا أشخاص يطلق عليهم اسم المنقبون. هؤلاء الأشخاص يقومون بحل مسائل رياضية معقدة جداً وضعها ساتوشي في المنصة في البداية. حواسيبهم ستقوم بحل هذه المسائل، وعندما يحلون كل مسألة فإن المنصة تفتح بلوك أو كتلة جديدة، وطبعاً بدل عملهم يتم إنتاج عملات بيتكوين تعطى لهم كجائزة. وأيضاً كل بلوك جديد يكون يحتوي معلومات عن التعاملات المالية المسجلة في البلوك السابق، ما يجعل اختراق السلسلة أو البلوك تشين هذه مستحيل. بتعبير آخر، فإن البلوك تشين أشبه بدفتر الحسابات الموجود في المؤسسات المالية، لكن مع اختلاف أن جميع المتعاملين والمتاجرين بالبيتكوين يستطيعون رؤية هذا الدفتر والاطلاع عليه، لكن لا أحد يستطيع تغيير أي معلومة فيه. نرجع لساتوشي المؤسس. ما فيش شهرين من نشر بحثه، وتحديداً في بداية عام 2009، موقع إلكتروني بعنوان bitcoin.org، وفعلاً ما في الشهور بدأ التداول فيها بنفس الطريقة التي وضعها ساتوشي، وبدأت تحدث قفزات في الأسعار مقابل العملات الملموسة أو حتى في الإنتاج لهذه العملة. اليوم هناك أكثر من 5 مليون مستخدم للبيتكوين، كما تم إنتاج 21 مليون بيتكوين تقريباً، باقي منها فقط 2 مليون لم تنقب بعد، لكنها ستكون صعبة جداً، والبعض يقدر أن آخر بيتكوين سينتهي التنقيب عنه عام 2140. اليوم سعر الواحد بيتكوين في محيط $60,000، كما أن البيتكوين فتح مجالاً كبيراً لطامحين آخرين لابتكار عملات رقمية جديدة. اليوم وبحسب موقع ستاتيستا فإن هناك أكثر من 6,000 عملة رقمية مشفرة. البيتكوين فعلياً هو ثورة على النظام الاقتصادي العالمي، يعني بكل إيجابياته وسلبياته البيتكوين أجا طريق ثانية تماماً مختلفة تماماً، لا هاي الهيمنة ولا هاي السيطرة على هاي الأمور، ما في حد بيقدر يتحكم فيها زي باقي العملات زي باقي السلع، ما في حد بيقدر يحتكرها، ما في حد بيقدر يستحوذ عليها. فهذا الشيء اللي خلاها خلق بدائل وخلق حلول لكثير من المشاكل، فحل هاي المشاكل وفعليا الآن بنقدر نسميه ثورة على احتكار الأسواق مثلا، أو مثلا خلينا نسميها اللي هي هيمنة بعض رؤوس الأموال على الاقتصاد العالمي. لماذا نتحدث عن البيتكوين؟ لماذا نثير هكذا موضوع؟ لأنه باختصار شديد، البيتكوين في تسارع انتشاره في العالم خلال 12 عاماً الماضية منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، يبدو لوهلة عملة العالم الذي كان ينتظره أو ينتظرها من زمان، وفي الوقت نفسه يبدو عملة أهديت للمجرمين حول العالم. فهل يكون البيتكوين عملة المستقبل؟ أم أنه سيكون عملة أهديت للمجرمين حول العالم؟
البيتكوين قبل عدة سنوات كان منحصراً بشكل عام وأكبر على أشخاص مجهولي الهوية، مهووسين بالفكرة إنجاز التعبير. لكن اليوم إن نظرنا فنجد أن مجموعة من شركات عالمية أصبحت تعتمد البيتكوين في طريقة الدفع. من هذه الشركات مايكروسوفت، ستاربكس، تسلا، فيزا، بيبال، كوكاكولا وغيرها الكثير. ليس هذا فقط، وإنما دولة السلفادور اعتمدت البيتكوين كعملة قانونية يمكن استخدامها في عمليات الشراء، ويتوقع خبراء أن تكون هذه البداية ودول أخرى كثيرة مرشحة لتتبعها في هذه الخطوة. على أي حال يبقى هذا جانباً للعملة، فالجانب الآخر يظهر شيئاً آخر. قبل عدة أشهر قال بيل غيتس في تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الطريقة التي تعمل بها العملات المشفرة اليوم تسمح ببعض الأنشطة الإجرامية. ليس هذا فقط، هذا الفيديو في ماليزيا حيث تقوم قوات الشرطة بسحق أجهزة المنقبين عن البيتكوين. الأمثلة هنا كثيرة، خذ هذه مثلا، فدية بقيمة مليون دولار أمريكي دفعت بواسطة البيتكوين لإطلاق سراح أحد المتاجرين به. وهنا أيضا هذا الرجل المدعو راس أولبريخت يلقبونه بأشهر مجرمي البيتكوين، فهو قام باستخدام البيتكوين في مبيعات المخدرات على موقع الإنترنت المظلم الدارك ويب، وثروة راس من هذه التعاملات لا تقل عن 28 مليون دولار. أيا كان مستقبل العملات الرقمية فإنها لا شك تخوض حربا للبقاء أحيانا وللتفوق أحيانا أخرى، وهذه الحرب تجد أن بعض الكبار من مثل إيلون ماسك يقف خلفها ويتخذ موقفا فيها لصالح البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. في بلادنا العربية الموقف من البيتكوين لا يزال موقف المراقب، في معظمها لا تجد موقفا واضحا. إن ذهبت إلى دبي فإنك تستطيع الذهاب إلى بعض المقاهي التي تستطيع الدفع فيها من خلال البيتكوين. على أي حال هذا هو البيتكوين، عرفتها الآن ولك كل الحرية في أن تفكر فيها بما تريد. وصلنا معكم إلى النهاية، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة في أمان الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد.